بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم الدقائق القادمة في صحافة الغد إن شاء الله يوم الخميس 21 شعبان 1438 18 مايو 2017 10 باشنز 1733. خليني بس احنا عندنا حوار الجزء الثاني من حوار الرئيس بكرة في الأخبار والأهرام والجمهورية وده هنختم بيه, وعندنا بعض المواقع بعض المقالات كده برضو في المنتصف, لكن في خبر في منتهى الأهمية يعني بيحتل أهمية في صحيفة الوفد بكرة في المنشط الرئيسي بتاعها, بيقول وزير الثقافة يعيش في كوكب تاني, النمنم يطلب مخصصات مالية باهظة لتجديد مكتبه وتزيين الحديقة والصرف على الحاشية. الأستاذ جمال يونس كاتب في هذا الإطار, وفي الداخل أيضا كاتب تحت بند تحسين الوضع الثقافي للشعب شراء 13 سيارة وست موتوسيكلات لمكتب وزير الثقافة, 2.5 مليون جنيه لتجهيزات وتقليم أشجار حديقة النمنم, و5.5 مليون جنيه مكافئات العاملين بمكتبي. وكاتب حاجة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق نهضة ثقافية متكاملة وشاملة وتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع وتنميته وتحسين الوضع الثقافي والفكري لكل فئات المجتمع بأفكاري واتجاهاتي ومحاولة خلق روح جديدة تتواكب مع المتغيرات التي حدثت بالمجتمع بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو, والبدء في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030, فإن قطاع مكتب الوزير يسعى جاهدا لتحقيق تلك الاستراتيجية, حيث يقوم بالإشراف والمتابعة لجميع قطاعات الوزارة, وتسعى الوزارة إلى الوصول بالبرامج الثقافية والأنشطة إلى كافة الجماهير والآخر. تلك كانت المقدمة الطويلة والديباجة التي تصدرت المذكرة التي قدمها مكتب وزير الثقافة إلى وزارة المالية لتبرير طلب شراء سيارتي ملاكي للعمل بمكتب قطاع الوزير بقطاع مكتب الوزير, وثلاث سيارات ملاكي لتنقلات ضيوف المهرجانات وأعضاء لجان التحكيم إلى مقر إقامتهم ومقر المهرجان, بالإضافة إلى شراء سيارتي ميكروباص 14 راكبا خاصة بدورات الموظفين والمهرجانات, ويصل إجمالي ثمن السيارة المطلوبة 2 مليون جنيه. وهو الآخر بيتكلم إنه شراء معدات لغسيل السجاجيد والستاير بدلا من التعاقد مع شركات متخصصة, بالإضافة إلى 2 مليون جنيه أخرى لتوفير التجهيزات اللازمة لكنا من مكتب الوزير والأكاديمية المصرية للفنون بروما, وطلب مكتب الوزير بزيارة بند العلاقات المصرية بمبلغ 20 ألف جنيه. يعني كل دي مكتوبة في العناوين. احنا كنا اتصلنا بسيادة الوزير قبل الهوى, قال انا هرد على المداخلة وبنطلبه دلوقتي بنكلمه ما بيردش. خلاص يا شباب مفيش أزمة عندنا. ده حوار لا يا فندم, الاخر حلقة ولا اول حلقة. يلا خلاص. بكرة ان شاء الله في حوار او الجزء الثاني من حوار الرئيس بيتكلم في هذا الاطار, وبيتكلم عن ثلاث حاجات. زميلي خالد صلاح تطرق الحقيقة للجزئية بتاعت الانتخابات, وكان الحقيقة حوار مهم جدا, يعني كنت اتمنى يطول الحقيقة, يعني في شد وجذب وفي رأي ورأي اخر, وفي يعني في الاخر هنوصل لنقطة محددة انه متاح لكل واحد انه يتقدم بترشحه للرئاسة لو كان هناك يعني ادوات الترشح في هذا الاطار. لكن الإرهاب لم يعد يهدد بقاء الدولة وشعب مصر وحده صاحب القرار. الرئيس السيسي في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية, القضاء مؤسسة محترمة, مجلس الدولة وضع اختيارهم, وسأتخذ قراري طبقا للقانون والمصلحة الوطنية. نفكك دي بس, القضاء مؤسسة محترمة دلينا كلنا طبعا, مجلس الدولة وضع اختيارهم. مش معنى أصد مجلس الدولة لأنه الخبر اللي قدام حضراتكم ده أنه كل مؤسسة في القضاء بتبعت سبع أسماء, في ثلاثة منهم بيختار منهم رئيس الجمهورية واحد حسب بقى الأقدمية حسب الكفاءة, زي ما رئيس الجمهورية بيختار وفقا للقانون الجديد اللي اتعمل فيه مجلس أو البرلمان أو مجلس النواب. دلوقتي الأهرام يا فندم, مجلس الدولة وضعوا اختيارهم. فين الخبر اللي احنا كنا بنتكلم عليه على بس نفكر حضراتكم الخبر بتاع مجلس الدولة وبتاع المستشار يحيى الدكروري في هذا الإطار. في خبر هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي انه هتقولي الخبر بتاع يحيى الدكروري يا شباب تتأخروا ليه؟ طيب في خبر كنا قريناه من خمس ايام بخصوص ترشيح المؤسسة او مؤسسة او مجلس الدولة ل
المستشار يحيى الدكروري أن يكون هو المرشح الرئيسي والوحيد لرئاسة مجلس الدولة. دكروري أو مجلس الدولة يتحدى دكروري مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس. الخبر ده لما كل احنا قلنا كل مؤسسة اقتصادية يعني النيابة الإدارية مجلس الدولة أو الواحد بس النيابة الإدارية الثلاثة القضاء نادي القضاء الكذا كل أو مجلس القضاء الكذا كل جهة قضائية بترشح من عندها على الأقل سبعة وبيختار منهم ثلاثة وبيروح لرئيس الجمهورية بيختار منهم واحد. في مجلس الدولة بالذات قال لا أنا مش هرشح لا ثلاثة ولا أربعة ولا همتصل للقانون، أنا هرشح واحد بس هو المستشار يحيى الدكروري أقدم النواب بتوع مجلس الدولة. فهنا رئيس الجمهورية بيقول مجلس الدولة وضعوا اختيارهم وسأتخذ قراري طبقا للقانون والمصالح الوطنية. هنا ممكن رئيس الجمهورية يختار واحد خلاف المستشار يحيى الدكروري اللي هو مرشحه مجلس الدولة. مجلس الدولة رشح واحد بس اللي هو يحيى الدكروري، غيره لا، مجلس الدولة بيقول. هنا رئيس الجمهورية ممكن يختار واحد تاني طبقا للقانون. فهنا المسألة دي عشان ما تبقاش مفاجأة للبعض أو مفاجأة للآخرين، هنا بيقول أتخذ قراري طبقا للقانون والمصلحة الوطنية. دي نقطة. النقطة الوطنية النقطة الثانية لا أنسى، رئيس الجمهورية بيقول لا أنسى مشهد أولاند اللي هو الرئيس الفرنسي السابق اللي هو ساب الحكم من ثلاث أيام. لا أنسى مشهد أولاند مودعا ماكرون، ماكرون هو رئيس فرنسا الحالي، الواد الشاب الحلي وده أبو 38 سنة اللي يعني الناس كلها بتتغزل فيه اليومين اللي فاتوا دول، يقول لك الحلي وده أنا بشوف ناس قاعدة كده على ماكرون يعني بتتغزل فيه كده. نشوف الفيديو بتاعه أهو، ده اللي بيقول عليه، ده ماكرون رئيس داخل قصر الإليزي، ده أحدث رئيس في العالم دلوقتي. الرئيس ماكرون هيبقى تولى خلاص رئاسة فرنسا، ده الرئيس أولاند اللي خلاص ساب رئاسة فرنسا. فهو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بيقول أتمنى أو لا أنسى مشهد أولاند ماكرون بكل لطف وأمان وأتمنى تكراره في بلادي. المنظر اللي قدام حضراتكم ده اللي رئيس الجمهورية بيقوله، أتمنى تكرار هذا المشهد في بلادي. خدنا بالنا من اللقطة انه بيكرر هذا الامر يعني املا في ان يتحقق، هل يتحقق في عهدي او يتحقق في العهد القادم او يتحقق دي الله اعلم هيحصل امتى، لكن انا ظني وامنيتي انه رئيس الجمهورية يتولى فترتين فقط حسب القانون. املنا في هذا الرجل اللي هو رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي انه يرسي قواعد إقامة الدولة المصرية اللي بجد عايزينها تستمر. فبالتالي مش يعني ما تمناش ان حد يجي يقول رئيس الجمهورية ده لا لازم يقعد فترة تالتة وفترة رابعة وفترة، لا ما احنا هنكرر ما سبق، احنا هنكرر ما سبق. فبالتالي المشهد اللي احنا شفناه بتاع ماكرون وأولاند ممكن يتكرر لو عند المجتمع كله مش رئيس الجمهورية بس، المجتمع كله إرادة حقيقية بالتغيير، لو عند المجتمع كله إرادة حقيقية بدولة مؤسسات، لو عند المجتمع كله إرادة حقيقية بتداول سلطة. أنا بتكلم على المجتمع كله مش بتكلم على رئيس، لا يكفي أن يكون رئيس الجمهورية عنده إرادة للتغيير، لا، الإعلام عنده إرادة للتغيير لازم يكون، المواطن في الشارع لازم يكون عنده إرادة للتغيير لازم يكون، المسؤول في وزارته لازم يكون عنده إرادة للتغيير لازم يكون. مفيش حاجة اسمها إن أنا أمسك الكرسي في تلابيبه كده أقول مش ماشي. الوزير نفسه في بعض الوزراء عندهم إرادة للتغيير وبيتغير، وكيل الوزارة ما بيتغيرش، مدير مكتبه ما بيتغيرش، ماسك فيها بإيديه وأسنانه ومناخيره ورموش عينيه كمان بيحصل. فبالتالي عايزين المسألة دي يعني اللي قال هذا الأمر أتمنى أنه يكون صحيح وأتمنى أنه يتحقق وأتمنى أنه يتحقق في 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 وقت الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتمنى أن هذا الأمر يكون جاد وجدي وحاسم، وأنه مهما يكن من إغراءات الفترة الثانية
بنسبه 85 90% هيترشح عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنسبه برضو اكتر من 50% هيفوز عبد الفتاح. ده لما اتكلم على ناحيه دلوقتي، لان هو النهارده اللي هو امبارح المنشطات الكبرى بيقول انا عارف انه الاراده او المشاكل او القرارات الاقتصاديه اللي انا خدتها، انا عارف ان الناس واخداها يعني بحمل وان انا بحمل عليهم هو لاخره، لكن انا مش هتزيد شعبيتي على حساب خساره الوطن. دي مهمه جدا. الموضوع بتاع القرارات الصعبه اللي بياخدها رئيس الجمهوريه او تاخدها الرئاسه او تاخدها الدوله وهو عارف انه المواطن خلاص بلغ الحلقوم، ومع هذا بياخد قرارات تانية هو ما قدموش الا ده القرار الصعب. بس هنبني ده امتى؟ قدام، مش دلوقتي. يعني ممكن احفادي مثلا على ما يبني ده، مش عيب، احفادي مش ولادي، لا احفادي، فربنا يستر كده ان شاء الله وما يبقاش احفاد احفادي، لا يبقى احفادي بس. فعجبني اللقطتين دول، لقطه ماكرون ولقطه القضاء. لكن برضو في حته هنا بيقولها مهمه جدا خاصه بالعالم العربي، او خلينا حتى في صراع الاجهزه، لا وجود لصراعات بين الاجهزه في الدوله، ومعنى الصراع هو غياب صنع القرار. كتير مننا بنتكلم نقول لك في صراع بين المخابرات والجيش، معلش بصراحه يعني احنا بنقول ده بصراحه، يقول لك في صراع، وخصوصا هذا الامر في القنوات الخارجيه التي تستهدف شيء ما من هذا الوطن. تسمع يقول لك ايه، اوضح الحق صراع من هنا، ايه الشرطه عملت مش عارف ايه، الحق باحث مش عارف عملت ايه، في الجهات الرقابه الاداريه لما بتمسك واحد يوم الداخليه بتزعل، الداخليه بتمسك واحد يوم الرقابه، وهنا بيعمل فكره الانعزال بقى والتضارب ما بين مؤسسات الدوله. هنا الراجل صريح قال لك لا وجود لصراعات بين الاجهزه في الدوله، ما هو لازم يحصل فيه عمليه او في اتخاذ قرارات ممكن تألم البعض، ممكن البعض يشوفها انها مستهدفة، ان البعض نفسه مستهدف من تلك القرارات. لكن هنا بنقول ايه، معنى الصراع هو غياب صانع القرار، لا صانع القرار موجود. وبعدين انا عجبني حتة بيقولها دي الاهرام، عجبني حتة بيقولها في الاخبار في العناوين برضو، اقسم بالله سنحقق ما يفوق خيال المصريين، ده فعل الشرط، جواب الشرط، اذا صبروا. اذا صبروا اللي هو الخط الاحمر رقم 2 ده اللي تحت الصوره، اقسم بالله سنحقق ما يفوق خيال المصريين اذا صبروا. وبيقول فوق برضو، هل تترشح، بيسالوا زملائنا ياسر رزق ومحمد عبد الهادي علام و الأستاذ فهمي عنبة، قال الشعب سيد اختياره لرئيسه القادم، لا يمكن أن تكون رجلا عزيز النفس ولا تحترم إرادة الجماهير، أبحث عن شخصيات قادرة على تولي مسؤولية الدولة في المستقبل، أتمنى أن أرى في مصر مشهدا كوداع أولاند لماكرون، قراري في المرشح لرئاسة مجلس الدولة اللي هو يحيى الدكروري أو غيره سأتخذه طبقا للقانون والمصلحة الوطنية، أحترم كل مؤسسات الدولة والقضاء، مؤسسة تحب مصر، أدعو الأحزاب المتشابهة في توجهاتها للاندماج وارفض اي اساءه للقوى السياسيه، لا صحه على الاطلاق لشائعات وجود صراع بين اجهزه الدوله، تحالف 30 يونيو لم ينتهي لكنه موجود وقائم في مواجهه اي خطر، اشارك في القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه بالرياض، ادعو الاعلام، خلي بقى حضراتكم بقى من الاعلام، ادعو الاعلام الى منح الفرصه لكل من يترشح للرئاسه بتجرد لمصلحه الوطن. لما يكون رئيس جمهوريه عندي، معلش في جزء كبير من كلامه يتمتع بالشفافيه عشان ما نكونش بالمطلق يعني، لكن الراجل قال لك اتمنى ماكرون واولاند يتعمل في مصر، اتمنى هذا المشهد، ادعو الاعلام الى منح الفرصه لكل من يترشح للرئاسه بتجرد لمصلحه الوطن، لم اذهب من المسؤوليه ومستعد للقتال ما دامت الناس راضيه. الحوار ال 330 دقيقه اللي اجراه الزملاء في الصحف واستمر النهارده وبكره او هيستمر لبكره، الحوار مش اي كلام بيتقال. 2018 مظلة مهمة جدا لتحقيق جزء كبير جدا من حلم رئيس الجمهورية، فننتظر 2018 للحكم على الأربع سنين اللي فاتوا. يا أخوانا ده أنا مسؤول عن فقرة جوه البرنامج بلف على نفسي كل يوم ودور، وبتلخبط وبتلعسم وبسيب خبر وبودي خبر، وطول النهار مشغول على فقرة مدتها كام دقيقة. اصبروا شوية على رئيس الجمهورية أو أي مسؤول في الدولة، اصبروا شوية.
وفي النهايه في تقييم المده بتاعته بتروح فين وتيجي منين. طيب هرجع لخبر بتاع وزاره الثقافه وسياده الوزير حلمي النمنم. سياده الوزير ازاي حضرتك يا فندم؟ سياده الوزير، سياده الوزير، سيادة الوزير ازاي حضرتك؟ ماشي الحال. كل ده الحوار اللي انا قريته لحضراتكم في الاخبار والاهرام هو نفس الحوار اللي في زملائنا في الجمهورية في هذا الاطار، وبنتكلم فيه تاني عن بعض المخاوف وبعض القضايا، وانه بيتكلم كمان عن موضوع السعودية والامارات وخاصة السعودية والإمارات، وقال إنه علاقتنا بالسعودية ممتازة جدا جدا ولا يشوفها أي شائبة، وإن إحنا ما عندناش أي أزمة خالص في العلاقات معها، وبيشكر الإمارات على دعمهم لموضوع الحاجات بتاعة القمح والمخازن بتاعة القمح، بيشكرهم عليها شكر جزيل في هذا الإطار. سيادة الوزير إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء النور. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. الوفد بكرة واخدة عنوان رئيسي مع بعض التفاصيل جوه، هقرا لحضرتك العناوين. وزير الثقافة يعيش في كوكب تاني، النمنم يطلب مخصصات مالية باهظة لتجديد مكتبه وتزيين الحديقة والصرف على الحاشية، وفي الداخل شراء 13 سيارة وست موتوسيكلات لمكتب وزير الثقافة، 2.5 مليون جنيه لتجهيزات وتقليم أشجار حديقة النمنم، و5.5 مليون جنيه مكافآت العاملين بمكتبه. يعني رقم واحد، انا ما شفتش جورنال الوفد، هو بكره ان شاء الله طلبت، ما انا هقول لحضرتك ان انا طلبت حاجات لتجهيز مكتبي لم يحدث على وجه الاطلاق ولم يحدث. لم اطلب اي شيء لتجهيزات داخل مكتبي او في الحديقه او غير الحديقه. لم ولن اطلب. انه المخصصات انا طلبت من وزاره الماليه في الشهور الاخيره زياده مخصصات لأمرين اتنين. الأمر الأول يتعلق بدار الأوبرا المصرية، لأن عندنا فرق أجنبية بنجيبها وبتيجي بالدولار، فتغيير سعر الدولار غير في فرق العملة. وده عمل لنا مشكلة. اتنين، أنا طلبت زيادة المخصصات للمهرجانات، لأن مهرجان القاهرة السينمائي دورة 2016 اللي انتهت يا أستاذ جابر احنا مديونين ب 3 مليون جنيه إلى الآن لم نسددها. لمين يا فندم 3 مليون؟ نعم، لمين ال 3 مليون؟ للاطراف اللي شاركت في المهرجان. يعني مثلا ناس لها خدت جايزه ولها قيمه ماليه ما خدتهاش؟ حاجات يعني تفاصيل كتيره، لكن احنا في 3 مليون جنيه لم نسددها من تكلفه مهرجان القاهره السينمائيه 2016 حتى يومنا هذا. ديون المهرجان يعني. ديون على المهرجان. وبنجهز المهرجان. طلبت زياده المخصصات لان المركز القومي للترجمه زي ما حضرتك عارف احنا بنطلب بندفع حقوق الترجمه بالدولار وباليورو. تمام. والاسعار فرقت، ده اللي انا طلبته. تمام. اما ان انا طلبت اي شيء لمكتبي ليس صحيحا، لم اطلب ولم اطلب. كويس؟ تمام. مساله السيارات. انا ثالث يوم حلفت اليمين، السيارة اللي أنا راكبها عطلت في الطريق. ونزلت خدت عربية تانية. ثم تبين أن هذه السيارة مستعارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مكتب وزير الثقافة من 2004. وكانت الأمانة العامة بتطالب بيها. ففعلا رجعنا لهم. وكان في إجراءات قبلنا ما أجي لشراء سيارة للوزير وبعض السيارات الاخرى للعاملين بالوزاره. ودي هذه الاجراءات تمت. وتم شرائها من شهر 3/2016. 3 تم استلامها 3/2016. يعني انا الحقيقه انا يعني طبعا انا لسه ما شفتش جورنال الوفد وما قريتوش، لكن انا من المخصصات لمكتبه والعاملين في مكتبه والحاشيه. انا ما عنديش حاشيه يا استاذ جابر. ما عنديش حاشيه. وماليش حاشيه. تمام. اشكرك سياده الوزير شكر جزيل. وزير الثقافه حلمي النمنم، يعني معلش على قد المكتوب،
مهم قوي ان احنا فقره الصحافه نخليه على قد المكتوب، ما يبقاش خارج المكتوب يعني. فهنا الراجل بينفي نفي تام انه طلب مخصصات ماليه لتجديد مكتبه، وكل الموضوع انه في ديون على، والله حاجه تحزن، والله العظيم حاجه تحزن، لما مهرجان القاهره السينمائي واحد من اهم المهرجانات السينمائيه على مستوى العالم يبقى مديون ب 3 مليون جنيه للناس. يعني ممكن يكون واحد دي قائمة ليه قيمه ماليه، يعني واحده مثلا ايه قال لك جابر القرموطي فاز بافضل ممثل على فيلم حلق حوش، فجابر راح ياخد الدرع، ادوله الدرع وقالوا له هنبقى نبعت لك الفلوس على البيت. ممكن ده يحصل. او النبي استنانا شويه لان ما عندناش اعتمادات، لما يكون 3 مليون جنيه او المكان اللي كان منعقد فيه المؤتمر ولا المهرجان ما فيش فيه فلوس. لا مساله صعبه قوي 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 يعني. ناخد بالنا بس من الثقافه، لانه احنا برضو بنطالب بنمسك وزير زي وزير حلم النملم كده ونفضل نقول ما فيش قصور ثقافه. الدكتور عزه هيكل كاتبه مقال في الوفد من كام يوم قالت لك لازم وزير الثقافه يقعد مع وزير الـ 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 الشباب والرياضه ويقعدوا مع وزراء معينين عشان يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، وهو لاخر وزارة التعليم وكل ده. يعني انا مثلا ظني ان وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، انا ظني انه ان شاء الله يعمل حاجه كويسه، ظني في عمليه حراك علمي حلو علمي، دي الراجل بيفكر وهيعمل حاجات وهو لاخر في هذا الاطار يعني. بكره والله طيب جميل جدا. قالوا لي بكره زميلنا احمد فايق في برنامج مصر تستطيع عامله مع الدكتور طارق شوقي. طب هو قلما احمد فايق ده، احمد فايق بره على طول يعني. احمد فايق ما شاء الله يطلع يسجل كم مع العلماء اللي بره في امريكا في كندا في بريطانيا في اي دوله من دول العالم، يعمل شغله ويرجع. على فكره ده واحد من اهم البرامج، إن لم يكن أهم البرامج اللي موجودة على الفضائيات اللي بيعملها أحمد فايق في مصر تستطيع، إنه بيجيب لك يعني خلاصة فكر عالم مصري بقاله مثلا 25 30 سنة بره، بيجيب لك خلاصته في حلقة مدتها ساعة. فده يعني والله شفته كمان قال لك ده هيتكلم مدارس اليابانية في مصر. يا بختك يا ست مريم، هيتكلم على المدارس اليابانيه في مصر وتشوف وضع المدارس، والمدارس اليابانيه هتودي وهكذا. ويعني طارق شوقي ده يعني خلينا اقول بالبلد كده دماغ، فربنا يوفقه في هذا الاطار. قبل بس ناخد ست اسماء تكون بس رحيمه علينا شويه، ارحمينا يا ست اسماء الله يخليك. خليني بس هاخد مقال للاستاذ مكرم محمد احمد لانه عجبني حقيقه. قال لك ايه؟ زغروده لغدا والي، تزغرطوا لغدا والي. في صورتين قدام حضراتكم موضوع مؤتمر التضامن وانجازات تكافل وكرامه في عام الثاني غدا والي، تطوير شبكه حمايه اجتماعيه شامله تستهدف الاسر الاكثر فقرا وهو الاخر. في شويه صور كده، هاتوا يا حجاج شويه الصور اللي عندكم، هتلاقوا مؤتمر تكافل وكرامه وحضروا مجموعه من المبدعين وهو الاخر. مجموعه من المبدعين انا بشوف غدا والي يعني من كتر الضغط اللي عليها هي تروح المؤتمرات بترنج بعد كده، يعني من كتر الضغط حاسس كده انه يا عيني على ما تلبس وتغير وتلبس وتغير وتروح هنا وتيجي هنا. لا يعني ايه، اسمحوا لهذه الوزيره الناشطه انه تلبس ترنج وملابس رياضيه كده وتروح المؤتمرات والندوات وما شاء الله الكفاءه اللي هي فيها، ربنا يديها الصحه وطولة العمر وتقدر يعني تستمر في هذا الاطار. فهنا سياده هنا استاذنا الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد بيقول زغروده لغاده والي. تسمحوا لنا ان احنا برضو نشارك هذا المقال بتاع الاستاذ مكرم محمد احمد ونزغرت احنا كمان لغاده والي. شكرا يا سيادة الوزير، بكرة إن شاء الله نشوف حضراتكم.